بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة قامت دائرة الشؤون البلدية بصحن بجهود كبيرة في التعامل مع الحالة الإدارية التي مرت على الولاية وتركت آثارا كبيرة، والكل يعلم بما عبر التواصل الاجتماعي بما حصل وما تركت له هذه الحالة المدارية التي مرت على الولاية من آثار في بأضرار في بعض الطرق وبعض المنازل وبعض المزارع التي تساقطت عليها الأشجار، والمزارع تأثرت تأثرا كبيرا والكل يعلم بهذا الشيء. فبالتالي الحمد لله ولله الحمد بتكاتف جهود الجهات الأخرى المعنية معنا مثل شرطة عمان السلطانية وخدمات الهندسية بوزارة الدفاع، وكذلك بلدية صحار، لا ننسى أن بلدية صحار قامت بدور كبير معنا في هذا الجانب بمدنا ببعض المعدات، ولا ننسى دور القطاع الخاص قام بدور كبير بالتكاتف معنا والتعاون في توفير فرق أهلية وتطوعية ومعدات. فالكل تكاتف وأثر هذا التكاتف أظهر نتائج طيبة، وتمكننا من الانتهاء من هذه الأضرار والمخلفات بأسرع وقت حسب الخطة التي وضعنا بها. فبالتالي أصبحت الآن الطرق سالكة في جميع الولاية من طرق خدمية أو طرق رئيسية، لم يتبقى هناك سوى بعض الأعمال الخفيفة والتي ستستمر إن شاء الله دائرة الشؤون البلدية بصحم في معالجتها حسب الخطط والجداول والبرامج الموضوعة بهذه آلية العمل. فنقدم شكرنا كل الشكر والتقدير لكل من تعاون مع البلدية وساهم بما يجود له من نفسه، سواء تقدم بنفسه للعمل التطوعي معنا أو بتساهم بمعدات آلية أو بمساعدات فنية أو غيره، فنقدم لهم كل الشكر والتقدير لهذا العمل الذي قاموا به في لهذه الولاية. وبالتالي أنه أصبحت الآن نطمن الجميع أن الأوضاع عادت إلى طبيعتها حسب ما هو مرسوم لها من قبل المعنيين معنا في دار شؤون البلدية والمتمثل في بلدية شمال الباطنة، ونقدم كل الشكر والتقدير للجميع، وشكرا لكم.